أعتقد بالنسبة ليورو في الوقت الحالي سيكون من الصعب جدا أن يكون هناك نوع من البيع أو وذلك من مستويات 120. وهناك اجتماع اليونان مع ميركل وهولندا وأيضا مع المجموعة الأوروبية هذا الأسبوع، سواء إذا كانت اليونان قادرة على الاستمرار في برنامج التقشف. وسيكون من الصعب بالنسبة لألمانيا أن تقوم ببيع، ولا سيما بعد التعليقات الأخيرة فيما يتعلق بوزير المالية الألماني. وأعتقد أن هذا الأسبوع فإن هناك اجتماع أيضا المركزي الأوروبي، وأيضا ننتظر خطة المركزي الأوروبي وذلك لبرنامج شراء الأصول. وهناك الكثير من عدم اليقين حول إسبانيا، لأنها قالت في الوقت الحالي أنها تنتظر نوع من الإنقاذ وحتى تعلم الخطة الخاصة بالمركزي الأوروبي، وبالتالي هناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق. ونأمل أن نشهد في اجتماع المركزي الأوروبي في شهر سبتمبر بعض التفاصيل فيما يتعلق بخطة شراء السندات، وأيضا بعض التعليقات الخاصة باليورو، وإذا كان هناك احتمال لارتفاع اليورو بعد هذا الاجتماع. ولكن أيضا فيما يتعلق باليورو الدولار وبعد اجتماع الفبرالي هذا الأسبوع، والأهم أيضا هناك بعض الاجتماعات في جاكسون هول. ونعتقد أنه سيكون هناك مزيد من التيسير الكمي في شهر سبتمبر، وذلك في اجتماع سبتمبر. ولكن هناك مخاطرة أيضا أننا قد نشهد بعض التصريحات من برنانكي في جاكسون هول الأسبوع القادم. وفيما يتعلق بتصريحات اللجنة الفيدرالية، قد يكون هناك بعض التصريحات، ولنا نتوقع أننا إذا كان هناك بعض الدعم من قبل الأعضاء لمزيد من التيسير الكمي، وأيضا إذا كان هناك أيضا بعض التوقعات إذا كان هناك أي نوع من تخفض التصنيف بالنسبة للاقتصاد. فيما بالنسبة للدولار فهناك بعض الدعم لا سيما من العوائد، لأن هناك بيانات اقتصادية جيدة في الولايات المتحدة، وهذا ما يخفض التوقعات من أن يكون هناك تيسير كمي للجولة الثالثة. وبالتالي في هذا الأسبوع واجتماع جاكسون هول أيضا قد يكون هناك بعض أيضا التصريحات التي قد تخفض من أداء الدولار، ولكن قد يكون وإذا كان هناك مزيد من التيسير الكمي قد يكون ذلك إيجابيا لليورو. طيب، لو أردنا نتحدث عن الوضع بالنسبة للدولار مقابل الين، كنا رأينا ارتفاعات في خلال الفترة الماضية، ما هي نظرتك المستقبلية لهذا الزوج بناء على المعطيات التي ذكرتها؟ كما قلت فإننا نشهد أن الدولار يجد دعم من قبل العوائد التي ارتفعت، وهذا بالطبع ما يدعم الدولار ين على الارتفاع. وعلى المدى القصير فإن توقعاتنا بالنسبة للدولار ين هي مستويات 81، وبالتالي هذا مستوى صعودي. وإذا ما شهدنا مزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة والتي تجيء أفضل من المتوقع أو متماشية مع التوقعات، فإن ذلك يخفض التوقعات للتيسير الكمي في الولايات المتحدة. ومرة أخرى قد يكون الدولار ين قد وجد بعض الدعم. وأيضا ما نشهده في الوقت الحالي هو بعض النفسية الإيجابية في الأسواق، وأيضا فإن بعض مؤشرات التذبذب قد تراجعت، وهناك بعض التحسن وذلك نتيجة لارتفاع العوائد الأمريكية، وهذا بالطبع ما ينعكس على الأسواق الأوروبية. وبالتالي نشهد أيضا أن قد نشهد بعض التراجع في الين، وقد يرتفع الدولار ين على هذه